يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصواب في مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هل ينهى عن ذلك على الإطلاق أم يقال بالتفصيل فما كان في جهة القبلة فلا تصح الصلاة وما لم يكن فهي صحيحة؟ ما الرسول ما قال لا تستقبلوا القبور، بل قال لا تصلوا عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يعم ما كان في القبلة وما كان في غير القبلة، نهى عن الصلاة عند القبور. وأما قوله لا تصلوا إلى القبور فهذا لا يقتضي التخصيص، لأنه فرد من أفراد العام، والفرد من أفراد العام لا يخصصه عند الوصوليين. نعم، فينهى عن الصلاة عند القبور، سواء كان القبر أمامك أو إلى جانبك أو في مؤخرة المسجد، لأن هذا المسجد ما بني بجوار القبر إلا لتعظيم القبر. نعم.